اهلا بحضراتكم من جديد. في العادي بنرحب البطل الاول، ولكن في حضره الاب يبقى لازم نرحب بالاب الاول. برحب بالاستاذ محمود عسل والد النجم مصطفى عسل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازي صح يا فندم؟ نور قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا. سعيد جدا بتواجدي معاكم طبعا النهارده، وربنا يقدرنا ونسعد جماهير الاهلي باذن الله. اكيد ان شاء الله. طبعا بنرحب بنجم الاسكواش، بطل العالم للناشئين وثالث بطوله مصر المفتوحه، النجم او اللاعب الصاعد بقوه الصاروخ مصطفى عسل. اهلا بيك يا مصطفى. مرحبا بحضرتك جدا يا هيثم، منورنا. مبسوط جدا ان انا حضرتك النهارده والله يا تاني. كان يمكن بينا لقاء قبل كده من سنتين ثلاثه، كنت لسه صغير. لسه بس انت ما شاء الله ربنا يكرمك، والف مليون مبروك على الانجازات وربنا يوفقك. شكرا على الدعم الكبير ده، مبسوط جدا بحضرتك النهارده. اروح لك بقى استاذ محمود، يمكن تجربه فريده شويه حضرتك. أيوه. يعني باللغه العاميه كده شقيان على اولادك بصراحه في الرياضه. تمام. قول لي يعني ايه اللي خلاك توجه مصطفى ومروان طبعا اخوه للسكواش، وعملت معاهم ايه؟ هو حضرتك اقول احنا انا كنت بلعب كوره في نادي الصيد، و دايما مصطفى ومروان شايفيني في الحته بتاعه الكوره يعني. فكان كل التوجه انه يقف في الكوره، كان كابتن شوقي عبد الشافي هو اللي كان متولي الفريق وكده، ومصطفى لما كان عنده 4 5 سنين كابتن شوقي برده تولاه في الكوره، فكنا اتجاهاتنا للكوره خالص. فجي في وقت من الاوقات كابتن شوقي مشي، هو اتضايق ان كابتن شوقي ازاي يمشي، فجيب اللي بعد كده المدرب اللي موجود ما كانش بيلعب في الفريق، كان ازاي ما بلعبش؟ قلت له طيب استغلنا الفرصه دي. عمه كان بطل جمهوريه وكان ماسك اكاديميه الاسكواش في نادي الجزيره، وطبعا ابتدى في نادي الجزيره هو الحمد لله يعني. خدوا لي طب تعالى نشوفه كده وبتاع، فابتدينا على سن 8:30 9 يروح يشوف اللعب. كل ما اسال عليه الاقيه هرب مع الاوتوبيس بتاع الكوره وياخد بعضه ويطلع على الكوره وما يجيش للسكواش. بعدين يا مصطفى انت هتركز هنا ولا تركز هنا؟ لحد بقى ما هو سبحان الله زهق كده المدرب ما لعبوش الكوره، قال لا خلاص انا هلعب سكواش، انا عايز اروح العب سكواش. فحطينا النقط يعني من هنا ابتدينا هو يركز. وهو ابتدى يركز متاخر يمكن من 9:30 كنا داخلين على 10 سنين. كان كبر على السكواش ما شاء الله. فلكن سبحان الله حتى هو كان يعني كل بطولاته تحت 11 سنه بياخد يعني، هم الجيم من المفروض 3 اشواط اللي ياخدهم الاول بس اوف 5 يعني. بس اوف 5 كان يتغلب 11 لاف 11 لاف 11 لاف. طب بيقول له طب ايه المتعه يعني؟ سالت عمه حتى يعني قلت له انا زهقت يعني. هو يعني انا زهقت لك انا زهقت يعني. قلت له عنده 10 سنين دلوقتي ابراهيم، وهل نكمل ولا هنعمل ايه؟ الوضع كده. طب هو الولد حتى نفسيا مش مبسوط وانا مش مبسوط وما بيكسبش خالص. لا حضرتك ده كلامك ده دفع للناشئين مهما كان نتائج دي حقيقه كانت حاصله يعني. يعني ممكن بالعزيمه يرجع. بقول للناس كده عشان يعني الناس ما بتصدقش والله. بقول لهم يا جماعه ما كنا احنا عند 10 سنين قلت له يتسحب، لان هو انا شايفه مش هيكمل. فاقول له اقول لعمه انا احنا يعني كده خلاص كده. يقول لي لا بيضرب. بقول له بس يضرب الكوره بس خلاص، مش حاجه انه بيضرب الكوره بس، بيرجعها الاركان ورا حلو قوي بس ما بنكسبش ولا مش حاجه، مش بنجحها كويس قوي. قلت له انا ده اللي انا عايزه. طب نعمل ايه؟ نستنى 6 اشهر كمان وهقول لك. ففعلا بقى مع دخلت 11 سنه لما تصعد تحت 13 على 12 سنه مصطفى ابتدى في ستيب تاني في شغل تاني، ابتدى عايز يعني. بس طبعا نادي الجزيره كان دايما طموحاته مختلفه تماما عن النادي الاهلي. فالحقيقه كان كابتن ناصر زهران وكابتن عباس قعود والله يرحمه، كان في مهندس اسماعيل فاروق كان اب الروحي في نادي الجزيره، قالوا يعني الفريم بتاعك كده لازم تشوف بقى حته ثانيه، لان طموحاتك مش هتتناسب مع نادي الجزيره خالص. صراحه كانت نقله قويه جدا ورحنا الاهلي، وكانت الانفتاحه او الانفراجه في كل حاجه. طبعا اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن مصطفى تقرير كده سريع، يمكن انت لسه في بدايتك يعني ما شاء الله يعني على مستوى الناشئين حققت بطولتين عالم، على مستوى الكبار انت لسه داخل في البي اس اي يعني في بدايتك، يعني حاجه كويسه يعني اكيد انت حاسس بفخر. طبعا يعني الحمد لله والله. هي الطفره كلها جت من ساعه لما رحت الاهلي الحمد لله. يعني كان مشوار في الاهلي من وانا الناشئين يعني يمكن لعبت 17 و19 سنه، كنت بلعب بطوله الجمهوريه السنين وعندي 4 ماتشات في اليوم. دي طبعا ادتني 17 و19 كان تقريبا في بلاك بول. في بلاك بول كان بيبقى عندي 4 ماتشات في يوم واحد عادي. انا كنت بشوفك الصبح واجي اشوفك بالليل طول قاعد هناك. لا طبعا طفره الحمد لله في النادي الاهلي، مدربين كلهم على اعلى مستوى هناك، الروح اللي موجوده هناك يعني بتخش النادي كده في روح ان انت حابب ان انت تتمرن وحابب تعمل كل حاجه وحابب ان انت توصل دايما، حاطط عينك على تشوف دايما الكاس قدامك، تشوف حتى لو انت بتخش على
لو داخل بطوله حتى كبار او مش همك مين قدامه، ليه كل احترامه وطبعا تقديره، بس عايز تخش وعايز تكسبهم وعايز تكسر. صحيح. ليه ما بقاش زي في لما كنت في الناشئين؟ الحته دي هي دي الحته بتاعت النادي الاهلي، عندك الرهبه والخوف شويه وبقيت بالزبط. مش قلقان ان انت تلعب حد بالظبط. كان في الاول اول ما دخلت البي اس اي اتحاد الكبار المحترفين كان عندي رهبه شويه ان انا لاعب الناس دي، وطبعا الناس دي شايفها بالنسبه لي يعدوا من جنبي يعني حاجه هاله كبيره. دلوقتي اللي هو عظماء طبعا السكوش، بس الحمد لله في الملعب ابتديت اللي هو لا مصطفى ركز في ماتشك، مصطفى ركز في جيمك وتقدر ان انت تكسب. الحمد لله طبعا بطوله الاهرامات دي كانت حاجه أكيد. انجاز كبير قوي بالنسبه لي، هنتكلم عليها بالتفصيل، ولكن خليني اطلع فاصل وارجع لك عشان عندي كلام كتير معاك يا مصطفى. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم نكمل حوارنا مع مصطفى عسل وطبعا محمود عسل والده اكيد. طبقوا معايا. اهلا بحضراتكم من جديد، بنستأنف في حوارنا مع مصطفى عسل نجم الاسكواش ووالده طبعا الاستاذ محمود عسل. مصطفى اجي لك، يمكن بدايتك في عالم الاحتراف البي اس اي في البدايه بتبقى محتاج بطولات كتير عشان تعمل رانك، لان انت لما بتتحط الرانك بتخش طبعا برانك قليل، فمحتاج شويه بطولات في الاول تدخلك مثلا في الايه في الاول 100 مثلا. هتعمل ده ازاي او عملت ده ازاي؟ في الاول هنا والله كان الاتحاد المصري ساعدني بشكل كبير جدا ان انا اخد حاجه اسمها كوايلد كارد، كبطاقه كده ان انا اخش بيها بطوله كبيره، بيبقى واحد بس ممكن يخش مثلا زي بطوله الجونه او بطوله الاهرام. دي بتساعد بشكل كبير جدا، مثلا يعني من تصنيف ال 500 توصلك تبقى 190. وبعد كده بقى لا عشان نفهم الناس البطاقه دي او الكارد ده بيديك ايه؟ هل هو بيبقى من الناحيه الماليه بيبقى متكفل الاتحاد بده، ولا بيديك يعني زي تربو زي ما بيقولوا كده يخليك تنط كام لا بيديك يعني كده بيديك الوايلد كارد ده، زي يعني مثلا في 48 لاعب هيخشوا البطوله، في منهم واحد ده يخش كده تبع البطوله دي دعوه من خارج الرانك ده بالزبط. او من خارج احسن 50 انا شايف ان ده بروميسنج فبديله الكارت ده، بديله بالظبط كل اداك الكارت ده للاتحاد، اداني الكارت ده. كان ساعتها عمرو منسي كان احب اشكره جامد جدا على بطوله الجونه، ساعتها اداني الكارت ده، وطبعا بتاخد نقط كبيره جدا بتخليك لو مثلا كسبت او خسرت مجرد اشتراك في البطوله، مجرد انت اشتركت في البطوله دي بنقط كبيره جدا توفر عليك سفر كتير جدا. فبتوفر عليك ده طبعا يعني ده عمل تربو زي طبعا كان 300 مركز 300 مركز مره واحده. طب تشوف لي كارت معاك ونبص. لا اتفضل هنحاول نكلم. لا 300 مركز طبعا كان، بس طبعا ده عشان تخش البطوله دي لازم تبقى من احسن 48 طبعاً. على لا والاتحاد مش هيديها لك كده، هيديها لك بعد دراسه وعارف ان انت اكفأ واحد طبعا. صعبه جدا، وطبعا عشان تخش بقى البطوله دي انت مالكش خلاص ان انت تاخد الدعوه دي تاني، فلازم بقى تحارب ان انت تبقى من اول 48 بجد بقى. انت لازم تشترك هنا في بطولات بالظبط، لازم بقى تشترك بقى بطولات اصغر في اصغر في اصغر. فالحمد لله سافرت ساعتها الارجنتين، كسبت 3 بطولات هناك وعليت مركز التصنيف لغايه لما وصلت وقدرت ان انا اخش البطوله دي. تشوف كذا بطوله جنب بعض عشان التكلفه تقل. كان ساعتها كان في الارجنتين ده، كان ساعتها تور كامل في الارجنتين هناك والاسكواش في الارجنتين والبرازيل وكان حاجه الثالثه ايه باراجواي وحتى هو عنده شعبيه جامده جدا دلوقتي في ساوث امريكا فعلا. يعني انت مصطفى في الاسكواش بتاع الحته امريكا الجنوبيه دي مجنونين اكيد بيشوفوا يعني وبيتابعوه في كل ماتشاته والفانز بتاعته، لان هو سافر انا وحضرتك بقى معاه ويتصور معاه يمكن بتاعته هناك، وحتى في صحفيين ارجنتين لحد دلوقتي على التواصل معانا وبينقلوا كل اخباره. هم معتبرينه ان هو يعني البدايه كانت عندهم، وكان في صور لرامي عاشور كان ستارت برضه بتاعه هناك، فهم يعني قالوا له على فكره رامي اتصور في نفس الوقت في المكان ده وابتدى عندنا. فيعني فعلا الناس هناك دي هم قريبين قوي مننا ونفس طبعنا يعني بتاع المصريين. طب هو مصطفى دلوقتي هيحتاج يسافر بطولات وتكلفتها عاليه وحضرتك يعني تعلم ذلك، وما ادراك ما السفر، تذاكر طيران وبتاع والقصه دي كلها. طب هيتصرف ازاي الفتره الجايه؟ طبعا انا عرفت انه بقى ليه سبونسر بدون ذكر اسم اسامي، يعني بقى في سبونسر طبعا. الدنيا بقت اسهل شويه ولا هو احنا السبونسر بتاعنا هو يعني بصراحه من قبل حتى ما هو يعني
يعني يحقق اللي حققه. هم كانوا متوسمين في الخير خير. وقالوا احنا هنسال عنه وهنشوف الاخبار ايه, ولقيتهم وهندعمه دعموه ومستمرين معاه, يعني مع ان يعني السبونسر بتاعه يعني مع الناس اللي هي نمره واحد في الفلا, لكن هم حطوا عينهم عليه وشافوا انه ده ممكن فعلا يبقى يحقق لهم الحمد لله يعني قدر نجدد. طب هيعمل ايه في كورونا؟ يعني برضو خلي بالك السفر بقى ليه ريستريكشنز كتيره وبقت الدنيا صعب ان انت تروح وتسافر او تيجي. طب هيحقق الرانك بتاعه ازاي؟ اشفق عليه طبعا, لان دلوقتي السي سي ار في كل حته وفي حجز, وهم دلوقتي الاتحاد يعني بروفيشنال سبيشال اسوسيشن اللي هم الاتحاد الدولي للمحترفين عملوا رولز كتيره جدا بحيث ان هم يعني برضو يحافظوا على تواجد اللعبه. لو النهارده ما لعبناش الدنيا هتنتهي, ما هو لسه الموسم ما ابتداش اهو. فهم بيعتبروا نفسهم حتى احنا لعبنا في الاهرام هنا, قال لك كل اللعيبه في بابل يعني زي في فقاعه كده في الحجز, ما حدش يقدر ان هو يخرج منها, ما يقدرش يكلمنا, ما يقدرش يقول مننا حاجه. عملتوا زي الام بي في الباسكت بالظبط, كام كل واحد اوضه لوحده ومعزول لحد بيروح لحد يجي. التاكسي اللي بيتاخد لوحده, الاوضه لوحده, التحرك لوحده, وما ينفعش نديله حاجه بعد الماتش, ما ينفعش ياخد مننا حاجه بعد الماتش. فعشان يحافظوا على اللعبه. انا سمعت ان علي فرج حتى متجوز نور الطيب والاثنين كانوا كل واحد في اوضه. دي حقيقه ما فيش رولز. لا 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 كله معزول, مفيش فيها تهريج يعني. ف يعني طبعا الفتره صعبه, بس هم بقدروا يتكيفوا مع الوضع وقدروا يكملوا وعملوا بطوله هي بتاعه الاهرام, وهيعملوا بطوله قطر هي جايه ان شاء الله في الاسبوع الجاي. هتعلي الرنكات برضه طبعا, طبعا بتقول مصطفى رايحه ولا باذن الله؟ باذن الله رايحه حتى الان رايحه. لا ان شاء الله رايحه, انا رايحه, بس احنا يعني الجيش بتاعه والجامعه بتاعته بناخد جواب متحرك كده في شويه ورق كده, ربنا يقدرنا ان شاء الله ونخلصها له باذن الله. ان شاء الله اهو تمام ونخلصها. انت ولا دريان بالكلام ده؟ لا الحمد لله. طب قول لي يعني برده مصطفى, انت يمكن ماتشك مع علي فرج في قبل النهائي انت كسبت بالكول طبعا النيوزيلندي صح؟ انا ساعد النيوزيلندي رقم 5 على العالم, وكان ماتش كوره. لا ده انا بقى مش أنا يعني لو عندنا لقطات يا جماعه للماتش, يا ريت. كان ماتش كوره, انت قلبتها كوره بقى وهيسه وجون والكوره. انا كنت قاعد اتفرج على الماتش احس انت بتجيب جون. دي حقيقه. انت كنت حاسس بده ولا ايه؟ لا والله انا اتكلمت هنا, يعني عايز اقول لك كلمت قناه الاهلي اول حاجه, قلت لهم يا جماعه انا عايز جمهور. دي اتكلمت انا عايز واحنا بظهر, انا عايز جمهور واحنا بظهر. طبعا ان انا العب اول ماتش في الهرم كده ليا احساس مش طبيعي طبعا, قلق. انا عايز اقول لك انا قبل ما اخش الملعب انا عمال اكلم الناس في التليفون, ايوه مين جاي, طب تيكت يا جماعه كمان, طب تيكت, عشان الناس كلها عايزه تيجي. انا عايز الاكشن ده يكون موجود. والنادي طبعا القناه هنا عامل دور كبير جدا ان الناس تيجي, بحب اشكرهم بشكل كبير جدا. الجمهور هناك كان حاجه مش طبيعيه, يعني انا عايز اقول لك والله فعلا من غير الجمهور ده ومن غير الدعم ده ومن غير الدعم كمان على السوشيال ميديا اللي موجود من جماهير الاهلي بالذات, حاجه يعني. ده انت ما استنتش الحكم يا مؤمن اخر كوره او اخر نقطه يقول عليك ولا ليه؟ روح قلع التيشيرت ومروحه واجري لا بس انا بحب اللعيب النوعيه دي, احنا بناخدها هزار, بس اللعيب الغلاوي ده دلع اهي اهي اللقطه اهي, تعال لي بقى ده مؤمن زكريا بتاع كوره. بقول لك انا بحب على فكره, ما تخجلش من الكلام ده, احنا انا بحب ده وجمهور الاهلي بيحب ده والجمهور اللي بيحب الرياضه بيحب الاكتف والحماسي. بص هي فعلا هي يعني ما تقدرش اقول لك ان هي دايما لما الشعور بالفوز كده مع وانت موجود في النادي الاهلي بتبقى حاجه ليها طعم تاني خالص. طبعا طبعا. ومع الجمهور ومع يعني تدي اللي عليك وتخسر خلاص, بس لما تعمل كل حاجه وتكسب دي ليها شعور تاني خالص. انت دايما بتبص على رقم واحد, ده رقم واحد دايما موجود بالنادي الاهلي على طول عينه على نمره واحد دي. ف عندك 19 سنه وبتلعب بطوله ضد ناس عندهم 30 سنه وكده, بس انت برضو عينك ان انت تخش. يعني ماتش علي فرج, انت علي فرج بينك وبينه قد ايه سنين؟ 10 سنين. 10 سنين ما شاء الله, يعني 10 سنين خبره وتطلع معاه 3-1. وكان بابا بيقول لي قبل الهوا الماتش خد 72 دقيقة. يعني مصطفى كان في الأكاديمية وكان علي محترف في البي اس اي. ما شاء الله. لسه بيتعلم مصطفى, فالفرق طبعا. كان بيخسر 11-0. دي حقيقة. دي حقيقة. كان بيخسر 11-0. 11-0 كان بيخسره في الأكاديمية. فما شاء الله عوض ووصل لبيها. طبعا الحمد لله. بس المباراة خدت 72 دقيقة. في الوقت المباراة السيمي فاينال. لا سوري الفاينل بقى خدت 40 دقيقه صح؟ دي حقيقه. دي حقيقه. احنا بنقول ارقام, احنا ما بنقولش حقيقه. لا لا حقيقه حقيقه طبعا. يعني احنا حتى احنا طبعا كلنا زي ما مصطفى بيقول كده روح النادي الاهلي حتى واحنا بنشجع بره واحنا حماسنا معاه, فاحنا كنا مثلا طمعانين في الماتش ليه ما يكسبش على الفرق وهي نوت, قلنا كلهم كانوا ان شاء الله ماشي بس انا طلعت اتفرجت على الماتش وانا هادي يعني. انت انا شفتك لازم وقعت في الماتش يا استاذ محمود, يعني مش ممكن كده اعصابك يا راجل. الماتش كمان بول كول كان اصعب, لان احنا كنا وصلنا 10-8 ماتش بول لمصطفى, فحطت كورتين ورا بعض في الداون فوصلنا تان اول
انا وقعت في الارض بقى هتجيبني تاني ورقه. الماتش خد 102 دقيقه ما خدش 100 خد 102 فعلا دي حقيقه. يعني ماتش كوره ماتش كوره ده 90 دقيقه وفي 15 دقيقه ريست. احنا 102 دقيقه متواصل. وبعدين هما بيسموه سوبرمان بول كول ده مسمى بالسوبرمان لانه هادي هدوء غريب واخد تاني عالم بطوله العالم اللي اتلعب السنه اللي فاتت. يعني ماتش يعني طبعا كسب كان بعد طارق مؤمن. يعني طارق مؤمن وكان هو دي حقيقه هو كان كسب يعني ناس كتير قوي في السكواش الكبار. بالرغم ان حضرتك احد يعني ضباط الشرطه المحترمين قطاع الامن المركزي وراجل يعني عسكري وراجل يعني ضبط وربط بس بشوفك في الماتشات لا يا جماعه لا ده انا بشوفك اعصابك مفيش. اصل الضغط النفسي يعني حضرتك شايف يعني ال 104 دقيقه دي انا شايفه برده يعني بتلعب حد العمر بينه وبينه مثلا 10 سنين. والولد بسم الله ما شاء الله عامل زي الحجره في الملعب ومسميه سوبر مان لان هو كتله عضليه. فرق بينه وبين مصطفى برده يعني ايجيبشن مان كسب سوبر مان الحمد لله. طبعا احنا كنا على اعصابنا الجمهور كمان كان حماسي جدا احنا كنا في ماتش كوره يعني بيفكرني باحمد براده في الايام القديمه بتاعه الاهرام فاكر الحماس والكلام من ده طلعت سكواش طلعت سكواش بقى في العصر الحديث بالظبط. فالحمد لله مصطفى رجع لنا لهذا الاحساس والناس في المدرجات تصرخ وتصوت ويا الله ويا عسل وخلاص يعني كان جو الدنيا جميل. لا ده خلينا ارجع معاك ده انا عايز اجيب بقى الذكريات بس نطلع لفاصل سريع اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل حوارنا الممتع فابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد وبنكمل حوارنا مع مصطفى عسل نجم الاسكواش ووالده الاستاذ محمود عسل. استاذ محمود اجي لك يمكن النادي الاهلي في الاسكواش من الالعاب الايام في انديه كتير ما عندهاش الاسكواش. النادي الاهلي متبني اللعبه ومخليها ومحافظ عليها. دعم مجلس الاداره ليك عامل ازاي او لمصطفى طبعا مش لا يعني انا قبل ما اكلم حضرتك على دعم مجلس اداره لينا احنا على وجه خاص يعني برضو بوجه حاجه للناس يمكن هي اولياء الامور خاصه كمان في النادي الاهلي يمكن هم مش واخدين بالهم من حاجه. ساعات الناس طبعا بتبقى مثلا عايزه تمرين اكتر عايزه مدربين اكتر. النادي الاهلي بيصرف على اللعبه يعني اللعبه ما ليس لها اي عائد يعني كده ضمن بند المصروفات ما فيش اي حاجه انكم داخل اداره النادي. فالنادي متولي من يعني لعبه السكواش من ضمن الحاجات اللي متوليها مجلس اداره النادي. دي حاجه قناعه منه ان هو يوفر لاولياء الامور ولاولادهم احسن حاجه. هم ما فيش عائد كله صرف على فطبعا دي ده شق هو النادي يمكن متولي ممكن يشكر عليه طبعا. طبعا ده حاجه ثانيه خالص. ما فيش نادي في مصر احنا شفناه بيتولى صرف على لعبه. معلش سوري انا اسف مش عايز اقول يعني مش عايز اقول الانكم بتاعها شبه ميت ما خلاص ما هي دي حقيقه, لكن فعلا الانكم بتاعها راح للعيبه واحسن مدربين احسن جهاز بيجي في مصر يعني مرتبات ناس فيتنس تدليك كل حاجه متوفره في النادي. طبعا شق الابطال النادي الاهلي في حته الابطال دي ما فيش غيره بيتفهم متطلبات يعني معلش مع احترامي نادي الجزيره ما تربيت فيه وعضو فيه وكل حاجه بس اولاد عمنا جنبنا جارنا على طول يعني عمري قضيته فيه يعني كنت كابتن نادي الجزيره في الكوره وكده. لكن انا عايز نفسي في حته بروفيشنال احتراف كامل. لا هو النادي الاهلي يتفهم متطلباتك انت عايز ايه بطوله نادي بطوله طبعا في السنه في كام بطوله نقدر نعمل ايه ندعم ازاي نجيب لك ايه نحتاج ايه الفتره دي انت حاسس بالدعم ده طبعا يعني كابتن خالد مرتجي كمان مش سايبنا في اي حاجه سبورت تام في كل حاجه متابعه بعد كل بطوله عملت ايه الاخبار كابتن عالم خدهم هنا دعم. ما حدش لا ما حدش سايبك خالص حتى اذا كانت مش امكانيات النشاط الرياضي كمان اكيد طبعا كابتن رؤوف يعني طبعاً. دايما في حاله تواصل معانا والراجل يعني اي حاجه اي دعم لمصطفى. حتى انا يعني كنت دايما متعود اروح في نادي الجزيره للنشاط الرياضي اتكلم الجديد بقى هنا في النادي الاهلي مصطفى خبط كابتن رؤوف في كذا كذا نعم كابتن طلباتك ايه 1 2 3 شكرا اتفضل خلاص الموضوع خلص ومنتهي. وبعدين اذا الامور على ما يرام الحمد لله حاجه جميله جدا وحاجه برضو احب معلش انا اسف برضو النشاط طبعاً. الرياضي في النادي الاهلي هو يعني اداره مستقله طبعا ما انتش محتاج النهارده تروح تخبط على مجلس اداره. وده الفرق بين النادي على فكره وبين نادي ثانيه. برافو عليك. يعني كنت في نادي الجزيره مثلا انا ومامته كل شويه نخبط عايز اقابل رئيس مجلس مجلس اداره مدي الصلاحيات الكامله خالص تمام لكابتن رؤوف عبد القادر النشاط الرياضي يدير النشاط الرياضي كيفما يشاء والرؤيه الصح. عندك لائحه في النادي الاهلي وهو مميز النادي الاهلي عند 1 2 3 انت في الحته الفلانيه انت مستحقاتك كذا خلاص. انت ليك سفريات في السنه قد كذا خلاص. مفيش بقى رغي كتير لا لا, لا 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 ما شاء الله يعني. انا بس يعني طمنتنا على الامور كما يرام. نرجع لمصطفى بقى يعني
انت عندك بطوله ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. المشاركين في البطوله اكيد عرفت ولا لسه؟ بينزل المين درو امتى؟ القصه دي بتبقى كل اللي كانوا مشاركين في بطوله اهرام مشاركين تاني. هم مشاركين الشربات علي فرج كله بول كول كريم عبد الجواد كله داخل برده البطوله دي. بطوله كبيره طبعا. البطولات الكبيره هي اللي بتتلعب يعني انت عشان. انا انا قريت المين درو يعني بسرعه كده لقيت ان انت طالع في مقابل الشرباجي في الدور الثاني. على طول كده كلاش كده لك. لا ده انت بتكسب تعالى يعني خد الشرباجي على طول. طب بتكسب مش انت بتكسب خد الشرباجي لا بس ان شاء الله انت قادر ان شاء الله. ان شاء الله خد الخبره خلي بالك خبره يعني. طبعا انا ما قابلتش محمد قبل كده بس طبعا يعني كله ليه الاحترام والتقدير طبعا. نمره واحد على العالم وان شاء الله بطل العالم وكل حاجه عمل في السكواش ان شاء الله ماتش حلو يعني. مصطفى اسالك سؤال يمكن لعيبه كتير بتقعد متردده في كتير. ناوي تطلع تدرس في امريكا ولا لا؟ لا لا قولا واحدا. انا بجيب لك اللي جابها من كنترول احنا كنا بنتكلم في الفاصل وبتقول لي حسب رغبته. هو قال لك رغبته على الهوا اهو. ده حقيقه وانا خيرته يمكن السنه اللي فاتت. لو هو التايمنج بتاعه كان التوقيت بتاعه كان السنه اللي فاتت ان هو يختار. طب السبب ما هو انا عايز الاجابه والسبب. ليه سبب سكواش صراحه يعني عشان هناك السكواش اضعف. انت هنا هتبقى اضعف يعني ما تيجي برضو يعني تعمل بيها بالانس كده تشوف ان دي ولا دي. لا السكواش طلعت فيه برغم جامعات كبيره هارفارد كلمته ييل بريستون كولومبيا كل جامعات حضرتك يعني في احسن جامعات في امريكا. وطبعا انجلترا كانت سهل قوي بالنسبه له لكن امريكا طبعا هي امريكا فالجامعات كلها احسن 10 جامعات في العالم ممكن في امريكا كلهم اتصلوا وكلهم عملوا كونتاكت معانا ما شاء الله. بس انا خيرت الموضوع يعني سبت الموضوع لي هو عشان مش عايز في يوم من الايام. والله انت اب ديمقراطي والله العظيم يعني بص هو يقول هو يحدد جميل. هو يحدد انت قالها لك عليها وهو ماشيين وراك انت عايز هنا احنا ماشيين وراك بس دي حاجه كويسه لان هي تبقى رغبته وهو اللي عايز من اول يوم وانت حطيت الرغبه دي فيه. هو اللي اختار يعني لو حضرتك تحضرني دلوقتي هو كان السيد الوزير اشرف صبحي يعني وزير الشباب والرياضه وقعد قعده مع مصطفى وقال له مصطفى انت يعني انا عارف ان جالك عروض من بره بس احنا يعني لو انت نتمنى ودعم طبعا من سياده الرئيس خالد وسام الجمهوريه الطبقه الاولى ودي حاجه شرف لينا كلنا ان هو يتكرم في مجال الرياضه حاجه من الطبقه الاولى دي طبعا وسام على صدرنا كل قبل ما يكون وسام على صدره هو يعني طبعا. فقعد معاه قال له انا عارف ان جالك جامعات من بره وساعه يعني معانا واتصل بالسيد رئيس الاكاديميه العربيه للنقل البحري وعمل لنا جواب ان هو يبقى في منحه وبتكليف من السيد الرئيس نفسه ان يبقى في منحه 100% لمصطفى يعوضه عن السفر للخارج لان هو فعلا كان بره في الخارج كان 100% طبعا ما بياخدوش حاجه هناك طبعًا. بره فقالوا لا احنا ان شاء الله هنعمل لك حاجه في مصر واحنا محتاجينك انت راجل بطل وعايزين تكمل باسم مصر. طب حاجه كويسه وهو جدا اسرع عارف بيها الحقيقه برنامج الابطال دي حقيقه يعني مش السيد الوزير طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضيين وفعلا بعد ما اتكرم من السيد الرئيس هو كان قاعد بعد ما رجع بطوله العالم هيتجنن انا عايز اتكرم انا السيد الرئيس لو سمحت عايز اقابل السيد الرئيس لو سمحت. فربنا سبحانه وتعالى يعني من عليه بهذا الكرم لا دعم السيد الرئيس منذ البدايه للرياضيين الحقيقه دعم واضح وجلي لكل المشاهدين ومتابعين الرياضه دي حقيقه. انا كنت عند الدكتور اميمه حتى النهارده في الجامعه بتاعته وهي ورا الدكتور اسماعيل على طول ومتفاهمين عنده سفريه يا جماعه وجاوب طبعا دي صوره تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصطفى وصوره لقائه معاه والحقيقه طبعا احنا من هنا بنشكر سياده الرئيس على نقطه التحول فندم في حياته طبعا. نقطه التحول في حياته طبعا. خالص يعني طبعا. كان هو في سنه ده وسيد الرئيس بيكرمه طبعا طبعا الموضوع طبعا. بيفرق جدا طبعا, طبعا. هو اصلا يوميها ما نامش يعني هو رايح رايح يقابل سيادة الرئيس هو ما نامش هو قاعد مش عارف بيفكر هقابله هسلم ازاي طب عادي كده طبعا يعني لكن طبعا ده حدث هيفضل طول عمره طبعا محفوظ في ذاكرته طول عمره محفوظ في ذاكرته وذاكرتنا احنا قابليه وجاء من وراه بعد كده على طول دعم سيادة الوزير دي حقيقة طبعا طبعا بعديها على طول مباشرة قعد اوعى يا مصطفى تتغر لا 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 انا بقول لك اهو اوعى انت تفضل دايما دايما ابدا جواك حاسس ان انت عايز خلي بالك ودي نصيحتي ليك بقولها لك على الهوا اوعى تاخدك في حته تانية ما شاء الله انت ماشي كويس تاتش وود ربنا يحميك ويبعدك عن الاصابات بس انا حاسس ان انت واخد بالك لا الحمد لله الحمد لله والله يعني الحته دي اصابت لعيبه كتير جدا واحنا مش عايزين نتكلم بس انت يعني والدك مش هيخليك تقع في الحته دي يعني انا حاسس من كلام باباك برده انت مش هتقع في الحته دي ان شاء الله يعني طيب انا برده عايز اقول حاجه اتفضل هانيا الحمام الحمامي مش طالع معايا الحمامي 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 انا اسف انا اسف هانيا الحمامي طالع معاك وحققت معاك انجازات
وهي كسرت ارقام وانت كسرت ارقام، في منافسه ولا الموضوع جاي كده؟ هو طبعا هم الاثنين خدوا بطوله العالم في وقت واحد. ايوه عشان كده بقول للشباب يعني. هي 20 سنه هانيه، فمصطفى 19 اكبر منه بسنه بس، لكن طبعا هي واعده وجميله، وهي دي بس منافسه البنات بيبقى فيها سنه سابقه شويه على اساس الولاد بتبقى اكتر سابقه سنه، لكن هي طبعا عامله تارجت جامد جدا وماشي كويس قوي، وقدرت تكسر برضو ابطال كتيره، ومصطفى ماشي على نفس اللين يعني ان شاء الله ربنا يوفقهم الاثنين ونشوفه بابطال باذن الله. والله يا استاذ محمود بامانه اللقاء عدى بسرعه جدا، انا كنت مستمتع بيه، واتمنى يا رب الساده المشاهدين يكونوا مستمتعين بيه ويكون في رسائل كتيره للنشر ان شاء الله. دايما نيجي لحضرتك في الخير كده، ويبقى في بطولات وكده وحاجات كويسه، وان شاء الله نوعد جماهير النادي الاهلي ان هو يكمل ومستمر، واحنا ان شاء الله طبعا التارجت بتاعنا يعني ده مش عيب ان احنا نبقى نمره واحد على العالم ان شاء الله. شرفتنا يا استاذ محمود، واتمنى دايما التوفيق ليك ولمصطفى. مصطفى نورتيني وشرفتيني، شكرا جزيلا. طبعا انا عايز اقول حاجه بس بسيطه في الاخر، مبروك للنادي الاهلي على المكسب بتاع نصف النهائي ده، ان شاء الله الفاينل يكون يعني ان شاء الله نمره واحد كده، برافو عليك ان شاء الله. احنا هنروح لهم ان شاء الله الاستاد، كل فريق الاسكواش ان شاء الله هنحاول ناخد دعاوي. حاجه اخيره بس احب اقولها، اتفضل. طبعا اخيره يعني، اتفضل. احنا مصطفى بعد ما كسب، مش عارف الاحتفال بتاعه هل هو موجود على اليوتيوب عند حضرتك ولا لا، هو احتفل بكابتن مؤمن زكريا. ما حدش فاهم في الميديا الاجنبيه ايه اللي بيحصل ده، فسالوا قامت الدنيا علينا لمده مثلا 48 ساعه 72 ساعه لغايه ما فهموا هل دي طريقه علينا، قال الموضوع ده بيعملوا كده ليه، هو ايه السبب ده؟ مش لا مش دي يا جماعه، الصوره الثانيه اللي قلق فيها التيشيرت. فاضطرينا هاتوها لي بس عشان هو حتى اداره البي اس اي نفسها من كتر الموقف العالم كله اتشد يعني، ده كان يعني اكبر دعايه المؤمن. حصل 165,000 في يومين بس على المشهد بتاع مصطفى، وده في سكواش مش ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلاص وشرحنا احنا والله انا مستمتع جدا وعايزين نكمل، بس انا بعتذر لكم والله الوقت خلص. استاذ محمود بشكرك، مصطفى بشكرك، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. اعزائي المشاهدين، دي كانت قصه بطل، ومش بطل بس لا، بطل واسرته حطيناه قدامكم، يا رب الناشئ يكون بيتعلم منها. بشكركم شكرا جزيلا، انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي وقصه جديده وبطل جديد والابطال وقناه النادي الاهلي.